نواصل إن شاء الله تعالى في سير هؤلاء الأعلام من كتاب صفة الصفوة لابن الجوزي رحمه الله تعالى. وفي هذه الليلة نأخذ مجموعة من سير هؤلاء الأخيار، وعلى رأسهم الإمام الفقيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال ابن الجوزي رحمه الله: يكنى أبا عبد الرحمن وأمه أم عبد. وذكر الذهبي رحمه الله أنه يلقب بأمه فيقال ابن أم عبد. أسلم قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، أسلم قديما رضي الله عنه، وكان يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه ودله وسمته، وكان خفيف اللحم قصيرا شديد الأدم، يعني لم يكن لونه أبيض اللون، وكان من أجود الناس ثوبا ومن أطيب الناس ريحا رضي الله عنه. وولي قضاء الكوفة وبيت المال لعمر رضي الله عنه، وكذلك صدرا من خلافة عثمان رضي الله عنه أيضا. وهو من أعلم الناس، حتى قال عنه مسروق رحمه الله، ومسروق معروف بالعلم وباجتهاده في العلم، كما قال النسائي أبو خيثم النسائي في كتابه العلم نقلا عن بعضهم قال: ما رأيت رجلا يطير في البلاد أطلب للعلم من مسروق، يعني في زمنه بالنسبة للتابعين. قال عنه ابن مسروق، قال عنه مسروق رحمه الله: جالست أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فوجدتهم كالإخاذ يروي الرجل، والإخاذ يروي الرجلين، والإخاذ يروي المئة، والإخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم، يعني من شدة العلم. قال: فوجدت عبد الله من ذلك الإخاذ، لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم، أي علما من علمه. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عرف بالقرآن، وعرف بالعلم، وعرف بالزهد، وكان الصحابة يجلونه. قال الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء قال: قال زيد بن وهب: كنت جالسا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأقبل عبد الله بن مسعود وعمر حوله رجال، وكان عبد الله بن مسعود رجلا قصيرا. قال: فلما رآه عمر كلمه ومازحه وضاحكه، فلما ذهب عبد الله بن مسعود قال نظر إليه عمر وقال: كنيف ملئ علما. أي هذا الرجل عبد الله بن مسعود هو كنيف ستر ملئ علما، وهذا من إجلال عمر رضي الله عنه لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أرى إلا أن ابن مسعود، أو إلا ابن مسعود من أهله، يعني من شدة قربه. بل سئل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم في سمته وفي مشيته وفي لبسه وفي حاله، فذكر عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال له: اقرأ علي القرآن. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأه فإني
أحب أن أسمعه من غيري. قال فقرأت فافتتحت سورة النساء حتى بلغت قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، إلى آخر الآيات. قال فقال حسبك. قال فرفعت بصري فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بعيناه تذرفان، أو فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم. قال ابن الجوزي رحمه الله عن علقمة قال: جاء رجل إلى عمر وهو بعرفة فقال: جئت يا أمير المؤمنين من الكوفة وتركت بها رجلا يملئ المصاحف عن ظهر قلبه. لأن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة سمعتها من فمه إلى أذني. يعني دي سمعها من الرسول عليه الصلاة والسلام، بعد ذاك حفظ باقي المصحف والكتاب من سمع من الصحابة، لكن مباشرة من النبي عليه الصلاة والسلام سمع كم؟ 70 سورة. قال فغضب وانتفخ، أي عمر رضي الله عنه، كيف يملئ رجل المصحف من صدره حتى كاد يملأ ما بين شعبتي الرحل، يعني من شدة غضب عمر رضي الله عنه. فقال: من هو ويحك؟ قال: عبد الله بن مسعود. قال: فما زال يطفأ، أي يطفأ غضب عمر رضي الله عنه ويسير عنه الغضب حتى عاد إلى حاله التي كان عليها لما علم أنه ابن مسعود رضي الله عنه. ثم قال: ويحك، والله ما أعلم بقي من الناس أحد هو أحق بذلك منه، وسأحدثك عن ذلك. قال عمر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال يسمر، يعني يسمر يعني يساهر مع أبي بكر رضي الله عنه في بعض شؤون المسلمين عند أبي بكر الليلة. قال الليلة كذلك، يعني يسمر مع أبي بكر في أمر من أمور المسلمين. قال: وإنه سمر عنده ذات ليلة وأنا معه، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا معه، فإذا رجل قائم يصلي في المسجد، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع قراءته، فلما كدنا نعرفه، يعني صرنا نكاد نعرف من هذا الرجل من قراءته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. يعني الداير يقرأ القرآن زي ما نزل من عند الله تعالى، نزل به جبريل عليه السلام، فليقرأه بقراءة ابن أم عبد اللي هو عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. قال: ثم جلس الرجل يدعو اللي هو عبد الله ابن مسعود، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: سل تعطى، يعني سيستجيب الله لك. قال عمر: قلت والله لأغدون عليه فلأبشرنه، يعني بس يجي الصباح بمشي ببشر ابن مسعود، أقول له: أمس الرسول عليه الصلاة والسلام أثنى عليك وقال قرايتك دي، الدائر يقرأ القرآن كما أنزل فليقرأه بقراءتك أنت. قال: فغدوت عليه فبشرته فوجدت أبا بكر قد سبغني إليه فبشره، ولا والله ما سابقته إلى خير قط إلا سبقني إليه اللي هو أبو بكر رضي الله عنه. رواه الإمام أحمد، وهو صحيح بتحقيق الإمام أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى. يعني دفيوا أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان أضبط الناس للقرآن حفظا، وكان من أجمل الناس صوتا، وكان يقرأ القرآن
كما أنزل بتزكية النبي صلى الله عليه وسلم له. قال: وروي عن زر ابن حبيش عن ابن مسعود أنه كان يجتني سواكا من الأراك، يعني طلع له شجرة وبيقطع في سواك، وكان دقيق الساقين، وكان دقيق الساقين. قال: فجعلت الريح تكفؤه فضحك القوم منه، يعني الريح لما تشيل الثوب الناس بيشوفوا ساقيه، فبعض الناس ضحك من دقة ساقيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقيه. فقال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد، لهما أثقل في الميزان من أحد. وهذا الحديث حسنه الإمام الألباني رحمه الله كما في إرواء الغليل. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن نفسه فيما نقله مسروق عنه رحمه الله قال: والذي لا إله غيره، ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، وإلا أنا أعلم فيما نزلت، يعني عارف نزلت وين، بل عارف فيما نزلت سبب النزول. ولو أعلم أن أحدا أعلم بكتاب الله مني تناله المطى، يعني المطايا، لأتيته. فهو من أعلم الناس بكتاب الله تعالى، هو وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وقال مسروق في بيان ورع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وفي بيان خوفه من الله تعالى، قال مسروق: قال رجل، أي هذا الرجل عند عبد الله بن مسعود كان واقفا بالقرب منه، فقال هذا الرجل: ما أحب أن أكون من أصحاب اليمين. قال: أكون من المقربين أحب إلي، لأنه في سورة الواقعة ذكر الله أهل الجنة وذكر قسمين من أهل الجنة، ذكر المقربين وذكر أصحاب اليمين. والناس اللي بيدخلوا الجنة على ثلاثة أقسام زي ما في سورة فاطر، في زول عنده معاصي لكنه موحد على عقيدة صحيحة فيغفر الله له ويدخله الجنة، أو يعذب بمعاصيه ثم يدخل الجنة، وده الظالم لنفسه. وفي زول من المقتصدين بيفعل الفرائض ويجتنب المحرمات ولا يزيد على ذلك، يعني لا بصلي بالليل لا بيصدق إلا الزكاة، يعني ما عنده اجتهاد كثير في النوافل، وذيل يسمون أصحاب اليمين واسمهم المقتصدون. وفي نوع من الناس ده بيفعل الفرائض واجتنب المحرمات ويزيد على ذلك باجتهاده في فعل المستحبات والنوافل وفي اجتنابه للمكروهات، ودا جماعة بسمون المقربون أو يسمون بالمقربين بالسابقين. فالرجل ده قال: أنا ما داير أكون من أصحاب اليمين ساي، أنا داير درجة أعلى أكون من المقربين. والكلام ده قاله قدام منه، قدام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فقال عبد الله بن مسعود: لكن ها هنا رجل، يعني نفسه، لكن ها هنا رجل ود أنه إذا مات لا يبعث من شدة خوفه من الله سبحانه وتعالى، يخاف أن يدخل النار، ويعني بذلك نفسه رضي الله عنه. من المواعظ والفوائد التي تنقل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال ابن الجوزي رحمه الله عن حبيب ابن أبي ثابت قال: خرج ابن مسعود ذات يوم فاتبعه ناس، هو مشى وفي مجموعة من الناس مشوا معه، فقال لهم: ألكم حاجة، يعني أنتم ماشيين معاي، ألكم حاجة، تريدون شيئا؟ قالوا: لا.
ولكن أردنا أن نمشي معك، دارين نرافقك يعني، تزول عندك علم وصحابي جليل وعندك فضل، وإذا نمشي معك. قال ارجعوا فإنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. ودي يا جماعة فائدة لنا ولغيرنا ولغيرنا. الزول ما يحب انه دائما الناس حوله يعظموه، يا شيخ فلان ويا شيخ فلان، وماشي معاه 10 وجاي معاه 15 واحدين كمان بيخدوا حرس زي محمد مصطفى، خدت جنبه واو عمرو، واو عمرو ده ما معروف، خدت جنبه ذاك لابس لنا الدارات وكذا وماشي ماشيين معاه، جايين معاه، وبعد ده يقول لنا انتوا عصبجيه. والله الذي لا اله غيره بلاوي زاي. في وفاه بيجاء الليله السنه ناعمه شوي مدنن. طيب فالزول يا جماعه دائما يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. اذا كان ابن مسعود رضي الله عنه لا يريد اتباعا، وهذا حال الرجل المخلص لا يلتفت إلى الناس، وإلا هذه الصفة تقود إلى الهلاك. الزول يا جماعة لما النفس دي تبقى دائما داير الناس حوله، وما معنى كذا الزول يطرد الناس، ولا معنى يتضايق من أخوانه، دي نحن ما قصدنا كذا، وإلا أخوانك اللي بيحبوك ويجالسوك وكذا وكذا تكريم، زي ما الله قال في القرآن سبحانه وتعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. والله قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء، إلى آخر الآيات. لكن أنا بقصد الزول يمش في وسط الناس وعلى انه اعلم الناس، الناس اللي حوله ديل اتباع له، هو اعلم وهو افضل واحد فيهم، والناس التفوا حوله وماشيين وجايين. الصفه دي لو اتغرزت فيك بتقودك للهلاك من وجهين. الوجه الاول انك اذا اردت ان تتكلم في الدين نظرت إلى ما يرضي هؤلاء لا إلى ما يرضي الله تعالى. ولذلك الرياء دائما يكون من الذين تريد أن تكون لك مكان فيهم عندهم. يعني هسه زول لما يرائي ما برائي لزول بيكرهه أصلا، هو ذاك بيكرهه، لكن برائي للناس اللي بحبهم وبحبوه، داير يكون عنده مكانة في وسطه. الوجه الثاني أنه مهلك في بيان الحق إن كان هذا الحق يغضب هؤلاء، ودي بتلقاه في السنة في صحيح البخاري لما قال هرقل لقومه: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأغلق الحصون فقاموا عليه قومة رجل واحد كالثور، فخاف على ملكه فقال: كنت أمتحنكم على دينكم وأنا على ملتكم. قال: فخروا له سجدا، ترك الدين ورجع لأنه خايف على شنو؟ على الملك بتاعه. شكل إسحاق بن راهوي رحمه الله قال: آخر أمراض القلوب خروجا منه من القلب حب الرياسة. والموفق الذي يعمل بقول الله تعالى، الآية التي سمعناها في الركعة الثانية لما ذكر الله قصة رجل من المتعالين قارون، ذكر في ختام القصة: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وفي ناس اجتماع حولك خصم من الوقت بتاعك، والله خصم، والزول مهما كان يا جماعة بيصل درجة بيتضايق، لكن قد ما يظهر، قد الخلق العند الحسن والصبر وكذا 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 يخليه يتحمل،
لكن هو بيتضايق. والكلام ذا في سورة الأحزاب، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا. يعني بعد عزيمكم وتطعموا وخلاص يتكلموا معاه بسيط تمشوا. قال: ولا مستأنسين لحديث، يعني انتم بتجوا تستأنسوا به في الحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم. لا ندار جالس زوجته ودار يعبد الله ودار يذكر وداير وداير وداير. إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. طيب، والإنسان كلما تخفى من الناس في موضع الإخفاء فهو أفضل من السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، كما في البخاري ومسلم: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ومنهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق شنو يمينه، تخفي. عشان كيف في صحيح مسلم في كتاب الزهد من رواية سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد الخفي، في لفظ: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. التقي بيبعد من المعاصي ويفعل الطاعات، والغني الذي يستغني بالله عن خلق الله كما قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله، والخفي الذي يخفي عمله الصالح. صح، في أعمال صالحة لازم تعملها في الملأ، صلاة الجماعة وصلاة الجنازة وصلاة العيد، خطبة الجمعة، تبليغ نصيحة، تبليغ درس، غيره. إذا الناس بيقتدوا بك برضو بتبلغ في الملأ وتعمل عمل في الملأ، لكن أنت دائما حاول أخفي عملك شنو الصالح وما تتكلم به. الآن نحن بنتكلم عن نفسنا، نحن نفسنا ذاتنا. زول يعمل نصيحة في آخر الدنيا، زول ما بعرفه يجي يتونس بها: والله مشيت ديلك وردمتهن، يعني تعبان ساعة وعرقان وتاخذ لك عكاظ وتجي بس بردمتهن، بس كلمة دارجية ردمتهن، نصيحتك جت تفويتها. معليش لو بتقول تحدثا بنعمة الله والناس يستفيدوا يطبقوا، وانت ما بتقول الكلام ده من باب العجب إلى آخره. والأولى إنه ما تذكر نفسك، دائما أذكر غيرك، تتواضع. شيخ الفوزان قال له: كيف نصل إلى علمكم وعلم الشيخ ابن باز؟ قال: أما نحن مساكين مثلكم، لكن ابن باز له علم، أما نحن مساكين مثلكم. وشيخ مقبل قال له الزنداني، لا قال له خالد السبت، قال: دعوة الزنداني أفضل من دعوة مقبل. شيخ مقبل ردم خالد السبت وردم الزنداني وقال لهم: أما دعوة مقبل، مقبل ليس له دعوة، هي دعوة أهل الحق، ومقبل لا يساوي بصلة. قال لهم كذا: مقبل لا يساوي بصلة، في شريط الأجوبة عن الأسئلة الإماراتية. والزول يتواضع ويبقى لك زي ذاك. ذاك قال: اللي بيقعد معاي دقيقة بيستفيد، وقال: أنا علم، والدار يشتهر جالس المشهورين. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حبذا المكروهان، الموت والفقر، ويم الله إن هو إلا الغنى والفقر. يعني الناس بيكرهوا الموت وبيكرهوا الفقر، وأنا ما بكره الموت ولا بكره الفقر، دي مسألة. بعد ذاك يتكلم عن الغنى والفقر، ما الموت، ثاني يتكلم عن الغنى والفقر. قال: وما أبالي بأيهما بليت، يعني سواء ابتليت بالغنى أو ابتليت بالفقر. ليه؟ قال:
إن حق الله في كل واحد منهما واجب، إن كان الغنى إن فيه للعطف. لو الله ابتلاني بالغنى أنا بعطف على شنو؟ المساكين والصدق وكذا وكذا، فده خير. وإن كان الفقر إن فيه الصبر. عشان كده يا جماعة المؤمن ده دائما في خير، وعايش في الحياة دي قدر ما يعيش وفي خير، إلا شيء ما عارفه، كما في حديث أنس رضي الله عنه: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه. إن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة أو الموت خيرا لي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن، أو ذاك إلا للمؤمن. أنت في الدنيا دي توطن نفسك، بقيت غنيان تتصدق، تبني مساجد، تشتري كتب نافعة، بيتك ده الكتب يكون أكثر من الهدوم واللحفات والأشياء دي وكذا وكذا وكذا. واحد تلقاه عنده مليارات، وتلقاه يستلف كتاب من زول من أفقر الناس. انت الله فتح عليك استفيد، ويموت في النهاية يدخلوه في شبر، اشتري 20 عمارة يدخلوه في شبر، ضيع زمن وساي. واحد تلقاه فقير تلقاه متضجر، لكن العبد إذا ابتلي بالغنى يصرف هذا الغنى في الخير، وإذا ابتلي بالفقر يصبر عليه حتى يلقى الله وهو راض عنه. قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وتلقى كثير من الغنيانين هنا اللي بيتضجروا، هم هسي أكثر الناس اللي بيتكلموا في الغلا في الغالب تلقاهم من الغنيانين. الشغلة دي بقت زيادة ذات، ما عارفين نبيع بكم ذاته. هو تاجر تلقاه يقول لك والله المخزن ملان، لكن نبيع بكم ما عارفين. شوف الزول على قلب المخزن ملان ونبيع بكم ما عارفين. وذاك تلقاه فقير رزق اليوم باليوم، لكن تلقاه مرتاح جدا. كيف حالك؟ الله يقول لك الحمد لله، بسط وزيادة. يقول لك ذات السودان ده بيجيبوا حاجات يقول لك نعمة يوزعوا منا للجيران، وتخش البيت تلقى الكهرباء قاطع، تلقاه زول تمام. عشان كده يا جماعة الله سبحانه وتعالى قال في سورة التغابن: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. بيهدي قلبك ده لما تجي المصيبة تعمل شنو؟ قال: والله بكل شيء عليم، يعلم ما يصلح العبد ويعلم ما يفسده ويعلم كل شيء سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام في كتاب القدر، وهذه جملة نكررها كثيرا، قال: السعيد من صبر عند البلاء عند المصائب واستغفر من المعائب. جاب الكلام ده في حديث آدم وموسى عليهما السلام. قال: من الخطأ أن يقال بأن موسى عليه السلام لام آدم من أجل المعصية. قال: هو نبي يعلم أن الذي يتوب لا يلام على ما تاب منه. قال: وإنما لامه من المصيبة أخرجتنا من الجنة، ما قال ليت العصيت وكذا، لأنه تاب منا. فحجه آدم بأن المصيبة مكتوبة، واحتجاجه له بعد التوبة لا قبل المعصية. قال: فالسعيد الذي يصبر عند المصائب ويستغفر من المعائب، والشقي الذي يتضجر لا يصبر عند المصائب
ويحتج بالقدر عند المعائب. نسأل الله العافية. فأنت لو دار تكون سعيد في الدنيا دي ما تتضايق من الصباح مفلس الحمد لله، تصبر عندك أجر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. تدعو الله يا الله ارزقني برزقك ده وكذا. واحد لقيته قال لي المرأة مرقنا صلة رحم، قالت يا الله مارقين صلة رحم يسروا لنا. قال جاد عربية من الفتحاب، أنا خشيت لي والدعاء وكذا والزول ما يدعو غير الله. قال لي يا زول إحنا الله بس، والله قال لي كم مرة شفتها من العصر بس الله بندعو شغلة بتمشي تمام، وتلاقي بتمشي تمام، كان ما مشت برضو الله ابتلاك أخر الإجابة برضو الله بس. قال مرقنا جنب الزلط قالت يا الله ماشيين صلة رحم يسروا لنا، يسر لنا المشي ده. قال جات ويكفت عربية قال أركب يا حاج يا حاجة ركبوا. قال بيتونسوا معانا ماشيين وين؟ قال قلنا لو انتوا ماشيين وين؟ قال والله ماشيين الكلاكلة. قال والله انا ماشيين الكلاكلة. قال لكن احنا ماشيين الكلاكلة الفردوس. قال والله انا ماشيين الكلاكلة الفردوس. قال لنا احنا ماشيين مربع ثلاثة. قال لنا انا ماشيين ذاته مربع ثلاثة. قال وصلنا لقيناه جار اخويا اللي انا ماشي له ده ذاته. ولذلك انت تسأل الله سبحانه وتعالى وتلجأ إلى الله عند الفقر، وجاءك الغنى برضو تشكر وهكذا وإلى آخره. من أقوال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الجميلة قال، وهذه فيها موعظة للذي يحمل القرآن في صدره، زول بيحفظ القرآن. والحمد لله لقينا كثير من إخواننا خاصة في الفترة الأخيرة دي بيجتهدوا في حفظ القرآن، نسأل الله يوفقهم ويعين ويسددهم ودعم الخير. واحد تلقاه يخلي أهله ويخلي بلده ويقعد في مكان قعدته دي اليوم كله أجر، إذا احتسب الأجر عند الله سبحانه. يا بيقرأ قرآن أجر، يبصلي أجر، يبسبح أجر، يا بيدعو أجر، يبراجع في الحفظ أجر، يا بقرأ للشيخ اللي بيحفظه ويصححه أجر، يا بنوم عشان يتقوى على العبادة وده أجر برضه. طيب، نصح عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي يحمل القرآن بنصائح جمة وبنصائح مفيدة ينبغي لكل حامل القرآن أن يعتني بها. قال ابن الجوزي رحمه الله عن المسيب ابن رافع عن عبد الله بن مسعود قال رضي الله عنه، ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون. حفظ القرآن، الناس نائمة بالليل، القرآن ده يقومه يقوم يقرأ ويقف بين يدي الله تعالى يرتل هذا الكتاب ويتدبره. قال وبنهاره إذا الناس مفرطون أو مفطرون، لو فرطوا في الطاعات فوقعوا في المعاصي قرآنه يردعه بأحكامه وبزواجره وبقصصه وبوعيده عن الوقوع في التفريط والمعصية، وقرآنه يدعوه إلى الطاعة ومن ذلك الصوم. فتجد حامل القرآن بالليل قائما وبالنهار شنو؟ صائما. وبنهاره إذا الناس مفطرون يصوم، وإذا كانوا من المفرطين فإنه يجتهد في طاعة الله. قال وبحزنه إذا الناس فرحون، ناس يضحكوا ويتجاروا وحفلات وكذا ويقرأ القرآن ويحزن وهكذا إلى آخره، يصيب الحزن بل والشدة. واسي الفنانين ذات دارين الحزن، والبيستمعون ذات دارين الحزن، والله
هذا الشباب كذا هذا نقول لهم أكثر فنان بتريدوه منه، ولما تسمعوا له غنية بتبكوا وفارغ زي وغنى حرام كله، ولك والله فلان ذاك يا تمشي تزعل من فلان تشوف فلان حاله تلقاه عامل كده وتلقاه دموع وتلقاه يبكيون. لقيت الشباب ديل دايرين الحزن، لما الزول يبقى حزين يقول لك الزول لا الله عنده مشكلة، ويجي كذا يقول لك الزول ده ما بيضحك بيريدوه طوال، الزول ده متألم يقول لك. عشان كي واحد تلقاه جنبه البيت وشغال شايل جراح، جراح شنو الجراح ده شنو، هم بيريدوا الشغل ده، بيريدوا يحسوا انه عندهم جراح وعندهم مشكلة وعندهم اشياء ويدمعوا، عندهم اوهام كذا الشيطان ده غايته شغال يجر سلوك بيجاي وسلوك بيجاي. معقول يا اخي؟ ويقول لك نحن دائما نفرح وهم دائما يحزن. والله الذي لا اله غيره، اي زول يقرب من الشباب ولا يستفصل منه بيلقى الكلام، بيريد الزول الحزين حتى في الغنى، هوس غريب جدا. قال وببكائه اذا الناس يضحكون يبكي من خشية الله تعالى، وبصمته إذا الناس يخلطون في الكلام. تلقى الزول عنده قرآن حافظ القرآن تلقاه ما بيتكلم أي كلام. قال وبخشوعه إذا الناس يختالون في مشيتهم وفي هيئتهم وتجده خاشعا. وينبغي لحامل القرآن أن يكون باكيا محزونا حليما حكيما سكيتا أو سكيتا، ولا ينبغي لحامل القرآن أن يكون جافيا ولا غافلا ولا سخابا ولا صياحا ولا حديدا. رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من تطاول تعظما، يعني يتعاظم ويتطاول تعاظما خفضه الله، ومن تواضع تخشعا أي تخشعا لله تعالى وطلبا للخشوع وللانكسار رفعه الله. وإن للملك، الملك لمة، وللشيطان لمة. الملك ده بيدعوك ليشي والشيطان بيدعوك ليشي. قال فلمة الملك إيعاد بالخير وتصديق بالحق، إيعاد بالخير وتصديق بالحق. جاءتك أخبار عن الله سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم تصدق هذه الأخبار، يدعوك الملك إلى تصديقها. وفي التصديق وفي العمل بالأحكام وعد بالخير، لما تعمل بالأحكام دي شرعية في وعد بالخير بعدين بيجيك. الملك ده بيدعوك تصدق الحق الأخبار اللي هي حق وتعمل بالأحكام، لأنه الكلام ده فيه وعد بالخير. وده القرآن كله خبر وحكم، خبر عدل، خبر صدق وحكم شنو؟ عدل. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. طيب قال فإذا رأيتم ذلك فاحمدوا الله عز وجل. ودائما انت بتصدق الأخبار، أخبار القرآن، تعمل بالأحكام، انت ماشي في خير، احمد الله سبحانه وتعالى. قال ولمة الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالحق، فإذا رأيتم ذلك فتعوذوا بالله. فتعوذوا بالله، تجيك خواطر خير أشكر الله، تجيك خواطر شر استعيذ بالله من الشيطان، كما قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. قال وعن عمران بن أبي الجعد عن عبد الله قال، ذا بيتكلم عن حال الناس في زمن عبد الله بن مسعود، أما حال نفسه بيختلف ذاته.
قال إن الناس قد أحسنوا القول. زمان كلام سمح بعض الناس طبعا، وإلا الغالب على الناس وهم الصحابة والتابعون فإنهم يقولون الخير والحق ويعملون به، لكنه بيقصد بعض الناس يعني. قال إن الناس قد أحسنوا القول، يعني الناس اللي بيقولوا كلام سمح، لكن لما نجي في الفعل تجي في الفعل. قال فمن وافق قوله فعله، يعني فمن وافق فعله قوله، وما القول ده أصلا طلع بعد ذاك الفعل جاي يفعل. قال فمن وافق قوله فعله فذاك الذي أصاب حظه، أصاب نصيبه يعني، ده موفق. الزول اللي بيقول الخير ويعمل بالخير يكون فعله ده بيوافق اللي يقوله، ده زول وصل لنصيب الخير. قال ومن لا يوافق قوله فعله، يعني أن فعله لا يوافق قوله وإنما يختلف، فذاك الذي يوبخ نفسه، يقود نفسه إلى التوبيخ. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وديل زمان أسي نازنا ديل لا بقولوا سمح لا بيعملوا سمح، ذاك زمان تراه بقولوا سمح. هسي ده تدي الدليل، قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك لكن دكتور فلان ما قال كذا ونحن قمنا كذا وقالوا لنا كذا وفعلوا لنا كذا، يعني قول قبيح وفعل قبيح كله إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. واحد يقول ذراعي من فوق السماوات كلها، هذا كلام سمح، ومن تحت بطن الحوت أمددت راحتي، وأعلم نبات الأرض كم نابت، وأعلم رمل الأرض كم هو رملتي، وأعلم علم الله أحصي حروفه، وأعلم موج البحر كم هو موجتي. شوف الزول كذاب كيف. قال أنا كنت في العليا بنور محمد، وفي قاب قوسين اجتماع الأحبة، أنا كنت مع نوح أشاهد في الورى بحارا وطوفانا على كف قدرتي، وكنت مع إبراهيم ملقا بناري، وما برد النيران إلا بدعوتي، وكنت مع راعي الذبيح فداءه، وما نزل الكبشان إلا بفتوتي، وكنت مع يعقوب في غشو عينه، وما برئت عيناه إلا بتفلتي، وكنت مع موسى مناجاة ربي، وموسى عصاه من عصاي استمدتي، مشى مشى في النهاية قال لهم أنا الذاكر المذكور ذكرا لذاكري، أنا الشاكر المشكور شكرا بنعمتي، أنا العاشق المعشوق في كل مضمر، أنا السامع المسموع في كل نعمتي، أنا الواحد الفرد الكبير بذاتي، أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة. هذه الطرق دي في آخر، أنا الواحد. هسي واحد تلقى تابع لي طريقة يزعل، يقول لك في داعي تجيب، وهو في داعي يقولوا كلام زي ده، نحن جبناه ونساي هم براهم جو مترترين ومقنطرين، نزوغ منه هم براهم جو. زول ما يستحي من الله سبحانه وتعالى. واحد والله في داخلية درمان كنا طلبة، قال الله والحسن سوى كذي بأصبعي وكذي لا صقن كذي إن شاء الله تجي مفرمة تفرمي، قال كذي الله والحسن سوى كذي. بعد يقول لك شرك ما في البلد، تجي ماشي بحافلة تلقى ورا مكتوب يا أزرق طيبة، تمشي قدام تلقى جنبه مكتوب فيه يا ود اللبيض النادر، كله شفته هنا في ذي. تمشي قدام تلقى واحد مكتوب قبليه بفترة، تلقى واحد مكتوب يا بشام ورا وقدام، نازل ليه بيلجأوا للبشر؟ ليه ما يلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى؟ ما يوحدوا الله سبحانه وتعالى؟
يا أخي أحسن الظن بالله، داير شيء أسأل الله. قال جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. أنت محتاج لربك، لربك. أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. من كلماته الجميلة، من كلمات عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم الخشية، أو ولكن العلم الخشية. ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية، يعني العلم ده ما كثرت رواية وإنت ما بتخاف الله سبحانه وتعالى، لكن إنت تكثر الرواية وبتخاف الله سبحانه وتعالى. إنما يخشى الله من عباده شنو؟ العلماء. وقال رحمه الله: إني لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها. يعني زول كان حافظ ومتعلم، بعد شوية ينسى العلم، السبب شنو؟ وقع في خطيئة. شكي الله سبحانه وتعالى قال: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال الشافعي رحمه الله فيما يروى عنه: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأخبرني، فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فإنت لو دارت تتعلم تخاف الله سبحانه وتعالى، والعلم ذاته بقودك للخشية. ولو دارت تتعلم تبعد من الذنوب والمعاصي. ولك أنا ما قادر أحفظ، ما قادر تحفظ، لأنه ابن القيم رحمه الله قال: لا يجتمع القرآن والغناء في قلب واحد. يقول حافظ له 70 غنية ودار يحفظ القرآن. تتوب لله سبحانه وتعالى، بعد شو الغنى ده تنساه، مش سايق ركشتك تجيب لك في غنية، انت سايق عربيتك تغني. في واحدين بيغنوا كذي، واحد تلقاه يغني وسايق عربيته، يطق زيت واي ولا لوري ولا شاحنة، يموت بغنيته، ساب البلد بعد شوية يسيبه هو ذاته بغنيته دي، يبقى ماري. معقولة يا أخي؟ قرأ القرآن. لكن قال شيخ الإسلام رحمه الله: القلوب قدور والألسنة مقارفها. قلب دمى ملان غنى، عشان كذي اللسان بيغرف شنو؟ غنى. لو ماشي حفظ قرآن، حفظ صورة بيجاي بيلقى غنية راحت بيجاي، صورتين بنظف الشغلة دي، فرمتها كلها تبقى نظيفة. بعد ذاك املاء قرآن وأشياء نافعة. يا أختي تغنى بالقرآن أجر. زول تلقاه يقرأ سايق ويقرأ ويدمع كذا. والقرآن ده ما زي الغنى، غنى مرتين ثلاثة يقول لك سمعناه يا أخي سمعناه. القرآن ده فيه بركة ومعجز. تقرأ سورة القصص تاني بكرة تقرأ تلقى فيها فوائد، بعد بكرة تقرأ تلقى فيها فوائد. مرة زعلان من الأخوان المسلمين قريتها كأنها نزلت فيه، والله الذي لا إله غيره على في الأرض حب العلو، كأنها نزلت فيه. ولذلك فإن كان الإنسان لا يفسر القرآن بهواه ولا برضاه وغضبه، وإنما يفسر القرآن بالقرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة إلى آخر ما ذكر ابن كثير في مقدمة تفسيره. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: مع كل فرحة ترحى، أي فرح بعد حزن. قال: وما ملئ، ودي والله موعظة بليغة، قال: وما ملئ بيت حبرة أو حبرة، ودي يعني شدة النعيم واللذة والفرح، إلا ملئ عبرة. أي بيت تلقاه فرحه كثير أصبر له شوية، بعد فترة بيجيه طامة وحزن، بعد ذاك تاني يتذكروا الفرح، يذكروه ذكرى.
ولذلك الإنسان لا يسعى لفرح الدنيا وإنما يسعى لما أعده الله في الآخرة، رواه الإمام أحمد. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيضا فيما روى عنه خيثمة قال: الحق ثقيل مريء، ثقيل لكن في النهاية الإنسان الموفق بيقبله، والباطل خفيف وبيء. داك منفعك ودا خفيف، الباطل ده خفيف على النفوس لكن وبيء، فيه الوباء والهلاك. قال: ورب شهوة تورث حزنا طويلا. زول شهوة دقيقتين يحزن بسبب حزن طويل جدا، زول تلقى معذب في قبره سنين، مقامع حديد ونار وأضلاعه تختلط في القبر ليه؟ شهوة بتاع دقيقتين في الدنيا وقع فيها. الزول يا جماعة دائما يتقي الله سبحانه وتعالى. وقال عبد الله بن مسعود في مواعظه بالنسبة للسان قال: والله الذي لا إله إلا هو ما على وجه الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. أكثر شيء الإنسان محتاج يسجنه هو أصلا بيحتاج يسجنه اللسان. ما تطلق العنان لللسان، أي كلمة جاتك في راسك تقولها طوال ولا في قلبك تقول أي كلمة، شوفها لو فيها خير طلعها، لو فيها شر أمسكها، ما يلفظ من قول إلا لديه شنو؟ رقيب عتيد. ودائما يتكلم في التوحيد والسنة وإلى آخره. طيب، وقال أيضا رحمه الله تعالى لرجل قال القاسم قال رجل لعبد الله: أوصني يا أبا عبد الرحمن. قال: ليسعك بيتك، واكفف لسانك، وابكع على ذكر خطيئتك. ثلاثة وصايا، بيتك ده يشيلك، ما تطلب غيره، تطلع عليه غيره، وعند الفتن تلازمه. واكفف لسانك، ما تطلع لك كلام زايد، وابكي على ذكر خطيئتك. لما تتذكر المعاصي بتاعتك توب منها وابكي واندم واستغفر، كذلك بتنجو. طيب، من نصائحه رحمه الله تعالى بالنسبة للذين يتبعون الأشخاص كالحزبيين، واحد تلقى حزبي يتحزب لشخص ولا لقول، كما ذكر الشيخ عبيد الجابري في تتعرف في بيان الحزبية، تلقاه يتعصب ليقول ولا لشخص ولا جماعة، كان أصدر أي فتوى بس يأخذها ويدافع عنهم دفاعا مستميتا ويقدمهم على الحق. واحد قال: لو رئيس الجماعة منعك تقيم محاضرة في تأصيل التوحيد، قال وقفها، هل انتهى الوقت؟ هل ياخر محاضرة؟ هل قامت القيام؟ ده الهواري، هسي ده بقدم الأمة، ماشيين وراه شباب مساكين زاي نازل، ما شافوا علماء فتحوا كذا زي واحد فيهم درمان، أول ما غش الدعوة لقى محمد مصطفى قدامه، يقول ليه ابن باز؟ يقول أعلم هو ولا محمد مصطفى؟ يقول ليه الفوزان؟ أعلم هو ولا محمد مصطفى؟ ما هو شاف ده بس. كما قال الألباني رحمه الله: إن البغاث بأرضكم تستنسروا. بغاز الطيرة الصغيرة لما تمشي محل ما فيها نسور تعمل فيها النسر، بس إن البغاث بأرضكم تستنسر. يا هودل بلدنا دي ما فيها عالم، زمان الشيخ الألباني قال جماعة دي ما فيها عالم، ناس مثقفين وحفظ بعض الأشياء في الحديث وفي كذا وكذا شالوها، وبعض الثقافة قال قادوا جماعة مع حماس بس، عندهم حماس بس، يا عالم ما في لسه. نسأل الله يوفق نساء المسلمين في البلد دي يطلعوا علم، والأزواج الجداد الله يرزقهم يطلعوا لنا علم، ما شفنا عالم لاستي في البلد إلا يجي من بر. عقول يا أخي، واحد يفتي بيجاي بيجاي بينبز في الشيطان، قال ليس جم أمك بلا يخمك ده بتاع رغية بيجاي هنا، خايف أجيب اسمه أستان يجي كوركو جنب الشباك. واحد
والله فتوى في السودان هنا، ده ما في السودان، انا اوريك الحاصل عشان ما تقول لي عالم، انت تقول كيف ما عالم، ده بيجاي كده بينبس في الشيطان، قال رقية ذاك بيغا، وريته لو شغل بتاع قران او قران بس دي الرقية بتشتم ويحق وكذا. بعدين غير واحد ثاني بيجاي، ده جاي منه في لقاء حالك شريط والهوى ضرب ولابس لبدله، قال السودان ده ذاته اسم نبي، نحن جدا اسمه السودان عليه السلام. معقوله؟ نازل اي زول يضربوا هوا بيجيب لنا هوا نحن في البلد، يقول يا اخي فتاوى في البلد دي شغال. واحد قالت جبريل عليه السلام جاء في الحاج يوسف، والله جناحه هبش كتفيد حار جناحه، قال يقول يا اخي البلد دي بيطلعوا علماء، واحدين تجي النوازل يخوضوا فيها ولخبطوا، ده ردوا ده جاي وردوا به جاي. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما نقل ابن الجوزي رحمه الله قال عن الضحاك بن مزاحم قال قال عبد الله ما منكم، دي برضه موعظة جميلة، قال ما منكم إلا ضيف، انت في الدنيا دي ضيف، قال وماله عارية، المال بتاعك ده عارية يعني زي الأمانة، يعني انت في الدنيا ضيف والمال بتاعك ده اللي ادوك له زي العارية، زي الزول اللي اداك صحن وقال لك استعمله تاني شنو جيبه راجع. قال فالضيف مرتحل، الضيف ده بيقعد فترة وتراه شنو بيمشي، والعارية مؤدات إلى أهلها، يعني انت بتمشي من الدنيا والمال بتاعك ده شنو برضو بيمشي، فانت ما دام ضيف ما تسوي ازعاج في بلد الضيافة، وخاصة اذا الضيف ككرمك، الله في الدنيا دي ما انعم عليك ولقد كرمنا بني ادم داق السمع والبصر وكذا وكذا وكذا، فانت اشكره واعمل بطاعته، وهذا المال الذي اعطاك له عارية تصدق بشيء منه وأحسن فيه ولا تستخدمه في معصية الله، لأنه بيجي يوم نفسك دي بتروح ومالك ده بروح ذاته، كما في صحيح البخاري ومسلم من رواية أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى شنو عمله، كما قال الشاعر يا نفس قد أزف الرحيل وأذلك الخطب الجليل، فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل، فلتنزلن بمنزل ينزل ينسى الخليل به الخليل، وليركبن عليك من الثرى حمل ثقيل، قرن الفناء بنا فلا يبقى العزيز ولا الذليل، كلهم بيمشوا تجتهد في الطاعة. أجمل كلمة قالها عبد الله بن مسعود، وهي أجمل كتاب في هذا، أجمل كلمة في هذا الكتاب من أوله إلى آخره، وهي أجمل كلمة قالها مسلم بعد الأنبياء والرسل، والله أنا ما أعرف كلمة أجمل منها، جامعة وشاملة وكاملة، ترجم ابن الجوزي لأكثر من 100 نفس وذكر أقوالهم وذكر أفعالهم وذكر ثناء العلماء عليهم والأفاضل، وهذه الكلمة أفضل كلمة قيلت في هذا الكتاب، قالها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال ابن الجوزي عن عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال أتاه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن علمني كلمات جوامع نوافع، دي أهل كلمة ودي الكلمات ركز فيها، فقال له عبد الله لا تشرك به شيئا، لا تشرك به شيئا،
وزل مع القرآن حيث زال، زل مع القرآن حيث زال. ومن جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان بعيدا بغيضا، ومن جاءك بالباطل فاردده عليه وإن كان حبيبا قريبا. انتوا لقاكم كلام أجمل من ذا؟ ففيه ثلاثة حاجات. حاجة الأولى التوحيد، والحاجة الثانية اتباع النصوص، والحاجة الثالثة تقديم الحق على الأشخاص. بس إذا فهمت ده الكلام ده فهمت فحوى الكتاب كله وفحوى الدين كله. عليك بالتوحيد، ما تشرك بالله شيئا، لا تعتر تقول يا مكاشف يا كباشي يا صايم ديمة يا أزرق طيبة يا وين عويس يا فلان يا ودبان نقع، كله شرك بالله. نادي الله براء وبيكفيك ولا هو كفيك؟ بيكفيك. أليس الله بكاف عبده؟ ما تمشي لمخلوق تقول له اديني جنة، ما عنده جنة، هو مخلوق. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ انت هو مخلوق، كيف يديك مخلوق زيه؟ ما تمشي لزول تقول دولي انا اتعلق به. الله سبحانه وتعالى قال افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء. ما تمشي لزول تقول له اديني حجاب من السكين، حجاب من العقرب، حجاب بتاع رزق، ما بيعمل لك شيء. وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يريدك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ما تعلق لك كمون في الطفل، بيحفظ لك الله، فالله خير حافظه وهو ارحم الراحمين. ما تحلف به شيخ وحاد فلان وحاد جناي وحاد كذا، شرك بالله سبحانه. ما تطبح في قبه، امشي تطبح له، كان نجحت ولدي بطبح لك عتود، كان نجحت شو كذا. ما تمشي له سحره دجالين، ما تمشي له زول تقول له شوف ليه الرايحه وين، ما بيعلم الغيب. خليك موحد وما تاب التوحيد، تلقاه بص يشغلوا فيه محاضره، بص في سفر يشغلوا زول يضحك الناس، في واحد كذا ومن قبيله كذا وضحك، ما لاقاكم يضحك في الامه دي، ما يخلي قبيله في الغالب، ويقلدهم ويجيب ديل بصوت كلام كعب شديد، نعرة جاهلية ونتنة، يجيب يخلوه ساي في ضحك حاجة فارغة، يخلوه تجي انت تتكلم في الدين، لا هبشت قبيلة لا سألت قبيلة، نقدت زول بس، والزول له مرات من قبيلتك انت ذاته، يكوركوا فيك، وقف وقف، الزول له بنبذ الناس، وذاك بتاع القبائل ده كيف؟ يعني ذاك عشان يضحكك، نحن الا نضحكك يعني؟ نضحكك كيف ذاته انت صار وجهك ما راضي بينا انت؟ نضحكك كيف بالطريقه دي؟ لذلك دارين الخير للناس، والله يا جماعه ما عندنا مشكله مع زول في شخصه، والله الذي لا اله غيره، ولا لاقينا ناس صغار يا اخ، شباب جداد يا اخ، ما لاقينا مكاشف ذي القدام، ما لاقيناهم ذاته عشان شاكنهم ناس زين قدام جدا، ولا بعرفونا ولا بنعرف، لكن نقول للناس ما تنادون، يقول لك نبذت، وما في نبذ، والله اذا ما نبذ يا مسلمين. انت عارف الناس ذي لو بيجوز الكف الواحد تدي كف قبل ما تنصحه، لانه ما مركز. الزول لما يسوي حادث مش بده كف، ما بكون مركز، يسوي حادث تلقى لافي، انا وين؟ دي مويه ولا ما مويه؟ تدي كف، واحد اديته كفين قال لي بديت اجي ثاني اديني واحد، اقسم بالله وقع من بوكسي هو اخونا. اقول لاخواننا المعانا ادوا كف، الكف حرام، لا كده الشغله اذا من الضروره ولا كيف ادوا، قالوا الكف يجيب راسه، بدا يطيش شبكه، انا وين وانا جيت وانا يا ناس، ادوا كف ابو سكته وديته شجره، قلت له دي شنو؟ قال لي شجره التحت برا دي طالعه برا، قال لي ماسوره، اديته الكف الاول زاغ قربت اقع، قمت ثاني قلت له دي شنو؟ قال لي شجره، اديته الكف الاول عاين، الثاني
عاين. قال لي والله سمحت كان تميت الليل سبعة اقسم بالله. قال لي انت تميت الليل سبعة تاندتني بجي تمام. الناس دي نفس الشغلة دي. زول بتدي الآية ما مجمع معاك هنسوي ليش نذا. قول الذي مازورة بعد ذلك أنصحه زول ياخذ تقول لي قال الله ولا تدعو من دون الله. شيخك ده دون الله ولا ما دون الله؟ دون الله. الله قال ولا تدعو من دون الله. يقول لك انتوا ادم ياهو زي صاحبي ذاك ذاته بلاوي نسأل الله العافية. والزول يتبع الحق يتبع القرآن. والزول يا جماعة يقبل الحق. ودي رسالة للحزبيين انتوا بتكرهونا صاعي عرفناكم بتكرهونا ما من منشوراتكم واضحة انتوا اكرهونا نحن كاشخاصنا دي اكرهونا نجيبنا الزول نجابه يزيما اكرهونا لكن اقبلوا الحق يا صاحبي تكرهونا اقبلوا الحق. ردوا الباطل حتى من الناس اللي بتحبون دير صاح شيخك ده بتحبه قال باطل ردوا ما تتحزب له. قال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. كلماته كثيرة وجميلة جدا. قال عن أبي الأحوص عن عبد الله قال لا يقلدن أحدكم دينه رجلا فإن آمن آمن وإن كفر كفر وإن كنتم لابد مقتدين فاقتدوا بالميت فإن الحي لا تؤمن عليه الفتن. قال لك الزول ما يشيل دينه ده يقلد في رجل يعني يعلق في رجل لك درع في رقبة عالم وامرك شنو سالم. دي قاعدة منجورة زاي. ما تعلق دينك ده في رقبة زول قول لك بس نحن هواري ده محل ما يمش نحن معاه اي فتوى لا محمد مصطفى ده زول بيرص الكتب رص الكتب آه. في ناس عديل يسمون اهل الكتاب عديل وضلال اي كتاب انت بتشيله واي كلام بيشيله انت قول لك كذا. انت ما تخد تلاقي زول قدامك بس محل ما مشى تمشي انت ما عندك قرآن وعندك شنو سنة. ولو خلاص بقيت دار تقتدي اقتدي بمن قد مات مات على الحق كالصحابة والذين اتبعوهم بإحسان ممن مات على الحق لما مات مات على الحق. قال لك فإن الحي لا تؤمن عليه شنو فتنة. الزول حي صاح الليلة بتلقاه قوي في الصدع بالحق لكن ما بتأمن على الفتنة. بكرة يتفتن بمال يتفتن بنساء يتفتن بمنصب يتفتن بك ما بتأمن عليه. فما تعلق دينك ده في زول حي لا في بكرعه وماشي. اختدي بالصحابة دي لما ماتوا الدنيا ما غيرتهم ماشوا تمام. وده ما معناه ما تأخذ العلم من أهل العلم بل تأخذه من أهل العلم كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن ما معناه بس تبقى تقليد أعمى بس ماشي وراه إنما انظر إلى دليله وإلى كلامه وافق الحق فخذه وإن لم يوافقه فاردته عليه. توفي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بالمدينة في سنة 32 من الهجرة ودفن بالبقيع رضي الله عنه وهو ابن 64. فهذا نموذج من أفضل النماذج لعالم من العلماء ولزاهد من الزهاد ولحكيم من الحكماء. قال عنه الإمام الذهبي رحمه الله الحبر الفقيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أسأل الله يجمعنا به في الجنة وكذلك سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك والقادر.